فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قناة الندى، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وأن يبارك في القائمين عليها والعاملين بها، وأن يجعلها منبرا من منابر الدعوة إلى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى يشرفنا أول اتصالات حضراتكم، أقول وبالله التوفيق معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. الأخ السائل بارك الله فيه يقول: من هن المحرمات في النكاح بسبب المصاهرة، وهل هذا التحريم تحريم أبدي أم تحريم مؤقت؟ ومن المحرمات تحريما مؤقتا؟ والله هذا السؤال طويل، لكننا سنختصر الإجابة عليه ما أمكن إن شاء الله عز وجل. على العموم، احنا عندنا المحرمات من النساء صنفين: في تحريم أبدي، وفي تحريم مؤقت، وعندنا تقسيم آخر في تحريم بسبب النسب، وتحريم بسبب المصاهرة، وبالتالي الأنواع كثيرة. وهو يسأل عن المحرمات بسبب المصاهرة. المحرمات بسبب المصاهرة أربعة. الأولى أم الزوجة اللي هي حماته، فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها. ساعة ما عقد على زوجته هو، حرمت أمها عليه تحريما أبديا بمجرد العقد. يبقى الأولى أم الزوجة. الثانية ابنة الزوجة. افرض تزوج امرأة سيبا معها ابنة، فابنة الزوجة من المحرمات عليه بسبب ايه؟ بسبب مصاهرة، بسبب انه نكح امها. وابنة الزوجة تحرم بدخول الزوج على امها،
يعني مش بالعقد، لا بالدخول. فإذا دخل على أمها حرمت هذه البنت عليه تحريما أبديا. الثالثة من المحرمات بسبب المصاهرة زوجة الأب. زوجة أبي تحرم علي بمجرد أن عقد عليها والدي، أول ما يعقد عليها خلاص تحرم على ابنه تحريما أبديا. طيب يبدو معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي بارك الله فيك. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا عندي شقة مفروشة بأجرها ممكن شهرين ثلاثة كده، باخد من الساكن مبلغ تأمين. أيوة. بحيث أن أنا لو في أي تلفيات في الشقة بخصم من التأمين ده. نعم. فهل يجوز لي أني أنا أستعمل التأمين ده من هنا لغاية لما أستلم منه الشقة، بحيث أني أنا أرجع له المبلغ كاملا؟ أيوة. بس مثلا لو احتجت مبلغ أخد من التأمين ده أمشي حاجي حالي وبعدين بحط بداله. نعم. فهل هذا يجوز؟ حاضر بارك الله فيك. عندك أي سؤال تاني؟ جزاك الله خيرا. تسلمي بارك الله فيك. تفضل إن شاء الله ستسمعي إجابتي إن شاء الله الآن. إذن المحرمات من النساء بسبب المصاهرة قلنا أم الزوجة وابنة الزوجة وزوجة الأب بمجرد عقد الأب عليها، الرابعة وهي زوجة الابن على والده تحرم بمجرد عقد النكاح عليها. يعني أنا إذا عقدت النكاح على امرأة حرمت هذه المرأة اللي هي زوجة الأب بالنسبة لابني تحريما أبديا بمجرد عقد الرجل على هذه المرأة. هؤلاء الأربعة هم المحرمات من النساء بسبب المصاهرة. تاني أم الزوجة، ابنة الزوجة، زوجة الأب، زوجة الابن. التحريم هنا تحريم أبدي، يعني ليس تحريما مؤقتا. أما المحرمات تحريما مؤقتا، فعلى سبيل المثال الجمع بين الأختين، لا يجوز للزوج إن تزوج امرأة أن يتزوج أختها ما بقيت الأولى في عصمته. طول ما الأولى في عصمته لا يجوز أن يتزوج الأخت الثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم، لأن القرآن الكريم حرم الجمع بين الأختين، قال في آية المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن هذا تحريم مؤقت، لأنه ربما خرجت الزوجة الأولى الأخت الأولى من عصمته إما بطلاق بائن وإما بموت، في هذه الحالة يجوز أن يتزوج أختها. إذن السبب إيه؟ السبب مؤقت وليس السبب دائما. طيب خلونا ناخذ الاتصال الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا حضرتك يا شيخنا. تفضل يا حبيبي. لو سمحت لي أسألين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأولاني، الحمد لله بفضل الله ربنا عندي بنتين، بنت 6 سنوات وبنت 4 سنوات. جميل. وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يرزقنا إن شاء الله بعد حوالي 4 شهور كده بمولود آخر بإذن الله. فأنا ما عقدتش عليهم قبل كده، فهل ينفع أن أنا أجمع بينهم في العقيقة إن شاء الله؟ طيب أدي السؤال الأولاني. وهل مثلا ممكن ذبيحة واحدة تجزئ؟ وإيه نوع الذبيحة؟ لو ذبيحة واحدة تجزئ إيه نوع الذبيحة ممكن أذبحها تجزئ عنهم؟ ولا لازم مثلا البنت شاه أذبح مثلا وثلاث بنات يبقوا ثلاثة شاه؟ طيب. أو ممكن ذبيحة واحدة تجزئ عنهم الثلاثة بإذن الله ولا لأ؟ حاضر يا حبيبي. ده السؤال الأولاني. جميل. بعد إذن حضرتك بالنسبة للسؤال الثاني، لو أنا عمتي محتاجة. أيوه. يعني يجوز عليها الصدقة. نعم. وهي بتجمع فلوس ليه؟ عشان تحج. يعني أي فلوس بتجيلها من باب الله بتحاول إنها تجمعها عشان تحج. نعم. فهل لو أنا طلعتها تحج على حسابي ممكن حج ده يتحسب من الزكاة؟ طيب. يعني لو أنا مثلا ساعدتها في الزكاة بمبلغ مالي كبير ممكن من الزكاة ولا يبقى صدقات؟ طيب حاضر بارك الله فيك. تسلم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايز أكلم الشيخ لو سمحت. معاك، اتفضلي أنت على الهوا. أتكلم يعني؟ اتفضلي أنت على الهوا مع الشيخة. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعمين، اتفضلي.
انا جوزي في اسبوع الفرح، احنا متجوزين بقالنا 7 سنين، وقال لي طالق ورجعنا تاني. انت حضرتك سامعني؟ سامعك طبعا. طيب ورجعنا تاني، قال لي انت طالق، وطبعا ربني باتنين شهود، قال او هم قالوا احنا شهدنا، وانا قلت انا قابلته وخلاص. دي مره رجع تاني اتخانقنا في التليفون وهو مسافر بره، قال لي انت طالق بالثلاثه بالمحرمات لو ما قفلتش السكه. قفل السكه فعلا، ورجع تاني قال لي انت طالق بالثلاثه بالمحرمات لو ما قفلتش السكه. قفل السكه ورجع مره كمان قال لي انت طالق. ما اعرفش طالق بقى انا هو بيقول انا قفلت السكه بس انا مش عارفه، وقال انت طالق. جيت بساله بيقول لي لا انا قفلت السكه، فمش عارفه يعني حضرتك ايه الحل. طيب بارك الله فيك. نعمل ايه حضرتك؟ هو الزوج الزوج بره حاليا؟ لا ده هو رجع من امبارح. طيب يعني الطلقات الاولانيه دي كانت في وجوده ولا برضو كلها هو بره؟ لا مره واحده وهو هنا. أيوة. والمرات دي كلها هو بره على التليفون. طيب المره اللي هو كان في الفتره دي كان بيشرب وبيسكر وما كانش في وعيه. ده وجيت لما بكلمه بشتكي له من اخوه بيعمل فيه حاجات يعني بيزعق وبنزعق لبعض، كان سايبين يعني قاعدين مع بعض انا وهو وامه. طبعا ايه كل ما اتصل تشتكي له ويقول انا عايز ارتاح خالص، انت طالق بالثلاثه بالمحرماتي لو ما قفلتش السكه، وبيقفل السكه. تاني مره انت طالق بالثلاثه بالمحرماتي ما قفلتش السكه. جه مره بتصل برضه بيه قال انت طالق. طبعا انا قلت انت قلت لي انت طالق، اللي هي اللي هي المره الرابعه انت طالق، هما الاثنين المعلقين انت طالق. فانا ما اعرفش طالق دي، سالته قال لي انا لو قلت انا ما قفلتش السكه ولا انا بوعى اللي انا بقوله. فايه طيب لكن انت من شويه قلت ان هو بيشرب وبيسكر والكلام ده، يعني اكيد متيقن منه ولا بس كده بتدافع عنه وخلاص؟ انا عندي ولدين. لا انا بسالك، هو انت قلت من شويه الزوج بيشرب وبيسكر. أيوة. وكده الكلام ده اكيد. ايوه يا شيخ هناك في بره مش هنا. ايوه لكن الكلام ده اكيد ولا أكيد. مجرد انت بس كده بتدافع عن الزوج وخلاص؟ كان بيشرب بجد وما كانش في وعيه، ولما جينا قلت جه من السفر قلت له انت ما كانش في وعيك الكلام انت بتقوله، قال لا ما كانش في وعيي. طيب معاك اهو. على العموم تابعوني من التلفزيون بارك الله فيكم. انا يا شيخ انا معاك وحضرتك. ايوه حبيبي اتفضل. هو حضرتك انا في الفتره دي الو معاك اتفضل. حضرتك انا في الفتره دي كان حاصل لي ظروف، يعني انا مشيت في طريق غلط مش طريقي، فكنت متدمر بجد يعني في معايا شيخ. ايوه معاك. في الفتره دي انا كنت متدمر يعني بجد. أيوة. مشيت في طريق مش طريقي. ايوه وندمت وربنا تاب عليا، يعني كنت بجد مش واعي حتى الكلام. طيب الاتصال انقطع مع الاخ وزوجته الكريمة. على العموم ستستمع إلى تعقيب مني بعد قليل. على العموم احنا كنا بنتكلم في المحرمات بصفة مؤقتة من النساء، وقلنا انه أول واحدة منهم الجمع بين الأختين، الثانية الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. طول ما الإنسان متزوج امرأة أو فتاة لا يجوز له أن يتزوج عمتها لا من النسب ولا عمتها من الرضاعة، ولا يجوز أيضا أن يتزوج عليها خالتها لا من النسب ولا من الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الثالث من المحرمات بصفة مؤقتة، طبعا لو ماتت الزوجة دي يتزوج خالتها طبيعي لأنه ما فيش في عصمته ما يمنع، ولو ماتت هذه الزوجة أو طلقت طلاقا بأن يتزوج عمتها ما فيش مشكلة لأنه ما فيش جمع بينهما كما حرم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أو الثالث زوجة الغير أو معتدته. زوجة الغير لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة متزوجة، معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز له أيضا أن يتزوج امرأة في عدتها من طلاق زوجها الأول. يعني الزوج طلق المرأة وبعدين هي الآن في العدة، ما ينفعش أروح أتزوجها، لأنها ما دامت الزوجة في عدة من طلقة الرجعية فهذه المرأة ما زالت في ذمة وعصمة الزوج الأول، وبالتالي لا يجوز أن يتزوجها آخر حتى تنتهي عدتها فتكون بينونة صغرى يستوي بعدها هو وزوجها الأول سواء بسواء أن يخطبها إلى نفسه.
هذه تقريبا المحرمات بسبب المصاهرة، وهذه المحرمات التحريم المؤقت. طيب، السائلة بارك الله فيها كانت تقول عندها شقة مفروشة تؤجرها وتأخذ في نظير هذا التأجير مبلغ تأمين، فهل يجوز لها أن تستفيد أو أن تنتفع بهذا المبلغ ما بقي معها أثناء مدة التأجير، ولا لابد أن يبقى هذا المبلغ من غير أن تمتد إليها اليد حتى ينتهي أجل الإيجار؟ الأفضل قطعا أن هذا المبلغ الذي على سبيل التأمين، يعني على سبيل الأمانة. طيب خلونا ناخد اتصال وبعدين نرجع لسؤال أخت تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي، تفضل. تفضل، أنا معاك، تفضل. انقطع الاتصال. الأفضل يا أختي بارك الله فيك أنه المبلغ بتاع التأمين ده عبارة عن أمانة، هذا المبلغ أخذ على سبيل الأمانة من المستأجر في عهدة المؤجر اللي هو مالك العقار، والأفضل في الأمانات أن تحفظ حتى إذا حان وقتها أديت، هذا هو الأفضل. لكني لا أمنعك على سبيل التحريم أنك تنتفعين بهذا المبلغ ما بقي معك، بشرط إذا حل الموعد أو زال سبب العلاقة الإيجارية فيما بينكما أن تردي، وأنت تملكين الرد في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر. الأفضل أن تبقي على سبيل الأمانة، لا تمتد إليه يدك من باب حفظ الأمانات التي أمرنا أن نحفظها. لكن إن احتجتي فلا أمنعك على سبيل التحريم، أنا أقول الأفضل فقط، فلا أمنعك على سبيل التحريم من أن تنتفعي بهذا المبلغ، شريطة إذا حل سبب يوجب سداده للمستأجر إذا انتهت العلاقة الإيجارية أن ترديه كاملا، ما يجيش في وقت السداد ثم تقولين أصله معلش والله مش موجود معايا دلوقتي أو مش موجود معاه دلوقتي، وبالتالي هذا لا يكون من حفظ الأمانات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال للمرة الثانية تقريبا، لعله أن يعود إن شاء الله. أخونا المتصل بارك الله فيه يقول عنده رزق ببنتين، ثم إن شاء الله الثالث أو الثالثة في الطريق إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزق المسلمين الذرية الطيبة، وأن يعينك يا أخي الحبيب على تربية هؤلاء البنات، وهي بشرى لك ولإخواننا وأخواتنا، فإن النبي عليه صلوات الله وسلامه يقول من عال من هؤلاء البنات شيئا، من هذه البنات شيئا، الحديث الثاني أو الرواية الأخرى، من عال جاريتين فأحسن تعليمهما وأحسن تأديبهما إلا كن له حجابا، يعني سترا من النار، فنسأل الله عز وجل أن يجعلهم إن شاء الله ذرية طيبة. وهو يسأل، هو لم يعق عن البنتين الأولتين، وبالتالي يسأل إن جاء الثالث أو الثالثة إن شاء الله فهل يجوز أن يجمع العقائق جميعا في ذبيحة واحدة؟ نعم يجوز لك أن تجمع العقائق في ذبيحة واحدة، شريطة أن تكون هذه الذبيحة لا هي من الضأن ولا من الماعز، إنما هي مما فوق هذا من الماشية، يعني إما من البقر وإما من الجاموس وإما من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ورد عنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكلاهما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشركاء الأسهم في البقرة سبعة وفي البعير سبعة، والحديث الثاني في البعير عشرة. فلو تصورنا جدلا أننا سنأخذ بالرواية السباعية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البقرة سبعة أسهم، وجعل الإبل البعير سبعة أسهم، ونحن نحتاج سهما واحدا لنضحي به أو سهما واحدا لنعق به، وهو الشاة التي تذبح عن البنت الجارية. فإذا كان عندنا ثلاث بنات يعني نحن نحتاج إلى ثلاثة شياه،
طيب إن كنا سنذبح ثلاثة شياه فبها ونعمت، وهذا أفضل، لأن هذا من باب إهراق مزيد من الدم، وأن يكون كل مولود بعقيقته مرهون بها، يعني مرهون بعقيقته، وأن يهرق عنه الدم. أما إذا أردنا أن نذبح المجموع في ذبيحة واحدة فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تختص كل بنت بذبيحتها وكل ذبيحة بالمولودة المعينة حتى نهرق عنها الدم، عشان نأخذ بحديث النبي بظاهره عليه صلوات الله وسلامه. لكن إن شئت أن تجمعهن في بقرة، أو أن تجمعهن في جاموسة أعزكم الله، أو أن تجمعهن في بعير، فإن هذا جائز، لأن البقرة والجاموسة والإبل يكفي الواحدة منهن بسبعة أسهم، يعني بسبعة شياه، فإن فعلت الثانية فبها ونعمت، وإن فعلت الأولى باختصاص كل مولودة بشاة فإن هذا هو الأفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخ السائل كان يسأل إنه عمته، يعني امرأة يقول فقيرة محتاجة، والناس يمنون عليها بنعم الله عز وجل ويعطونها، وهي تدبر هذه الأموال لأنها تريد أن تحج، فهو يسأل الآن هل يجوز إحجاج عمتي من مال الزكاة، هل يجوز إحجاج هذه العمة الفقيرة من مال الزكاة؟ أقول أخي الكريم، مال الزكاة اختص الله بقسمته، فهذه القسمة التي قسمها الله عز وجل في الأصناف الثمانية منها ليس منها إحجاج أحد. أولا لأن الحج لا يفرض على العبد إلا إن كان مستطيعا، وهذه المرأة ما دامت فقيرة فهي امرأة غير مستطيعة، غير واجب عليها الحج من الناحية الشرعية. طيب خلونا ناخد الاتصال ده وبعدين نرجع لسؤال الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبنا. حضرتك أنا عايز أسأل، صلاة الفجر الميعاد اللي هو بيبقى موجود في النتائج، عليكم السلام، اتفضل معاك. هل اتفضل، أنا سامعك، اتفضل حبيبي. الميعاد اللي موجود في النتائج ده، علمت أن هذا الميعاد يسبق متأخر عن صلاة الفجر بعشرين دقيقة. متأخر ولا متقدم؟ لا متأخر. أيوة طيب ماشي حبيبي. فهل هذا معنى هذا ان احنا اللي اي واحد يصلي بعد الاذان بعشرين دقيقة يعتبر صلاته دي بطلة؟ طيب وهل ولا تعتبر صلاة السنة سليمة بتاعت يجب ان هو يصلي مثلا بعد نص ساعة ولا لا؟ وعرفت ان في مؤتمرات قالت هذا الكلام، فانا عايز رد ليه، لان كثير من المساجد بتصلي بهذا الشكل. حاضر، بارك الله فيك واحسن الله اليك. نرجع لسؤال. طيب خلونا ناخد الاتصال ده عشان خاطر الاستاذ ايمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ؟ ممكن، الله المستعان، اتفضلي. بقول لحضرتك، هل يجوز للزوجة اللي بتعمل وعندها أولاد من زوج متوفي وبتعمل ومن مالها الخاص عملت عمارة مثلا، نعم، وعطت أولادها كل واحد شقة يعني لظروف الشباب اللي موجودة، نعم، وبعدين هي متزوجة غير الأب، أيوة، متزوجة غير الزوج اللي متوفي، نعم، وبس زوجها ده ولا دفع مهر ولا بيصرف ولا أي حاجة، بس هو رجل صالح يعني، نعم، وزوج، هل يجوز لو الزوجة دي توفيت وكل مالها كان موجود لأولادها وهم بيستعملوه، هل ده حرام ولا لازم يتساب المال على المشاع ودي شقاقهم هم عايشين فيها؟ حاضر، بارك الله فيك، هتسمعي إجابة إن شاء الله. نرجع نقول إنه الزكاة اختصت بأصناف محددة في القرآن الكريم، وفرض الحج لا يفرض على غير المستطيع، فهذه المرأة مع اجتهادها أن تدبر مما يرد عليها من أموال لتحج نشكر لها هذا الصنيع، ربما منعت نفسها من كساء ومنعت نفسها من طعام،
لتدبر أموالا لتحج بها، لكن هذا الفرض لا يجب عليها فرضا إلا أن وسع الله عز وجل عليه. أما إحجاجها من الزكاة بجعل نصيب لها من زكاة الفرض على الأخ السائل فإني أراه لا يجوز، إنما هذه الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى آخره، هؤلاء يعني في حاجياتهم الضرورية، في طعامهم الضروري، في كسائهم الضروري، في مأواهم الضروري، في دوائهم وعلاجهم الضروري، إنما ما سوى ذلك كافتراض الحج أو العمرة عليهم وهم ليسوا من أهل الفرض وليسوا من أهل الوجوب، فإني أرى هذا نوعا من الكلفة نحن غير مأمورين به شرعا والله أعلم. طيب خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبنا. والله بيكلم الشيخ. والله اسمع. والله اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل مع الشيخ. والله انا عندي بس كنت نادر كده بس لسه ما وصلتوش، وعايز نوصل النادر ده بس مش مالك دلوقتي يعني. مش مالك يعني؟ اه. حاضر. حاضر، هتسمع اجابة ان شاء الله من التلفزيون، بارك الله فيك. أما الزوجة مسكينة التي أكثر عليها الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق بالمحرمات، أنت وما شاء الله يعني عمالة تعد طلقات وطلقات حتى صاروا أربعة صاروا خمسة وفيهم ثلاثة أربعة بالثلاثة بالثلاثة بالثلاثة. فالحقيقة يعني أنا أنصح هذا السائل وهذه السائلة أن يباشر كلاهما معا السؤال لدى دار الإفتاء. ليه؟ لأني مستشعر أنه ليس ما ورد في السؤال ينم عن واقع فعلي، خاصة أن هي زينت الكلام ده في النهاية وغلفته بأنه كان بيشرب وكان سكران. وطبعا العلماء يقولون أنه السكران ده سكران بمعنى سكر عقله، خمر عقله، فلم يعد له بيان، إنما ده الرجل لا يختار ألفاظ إلا الألفاظ التي يريدها من يريد أن يطلق. يعني هو في التليفون لم يقل لا أنت أصلك مخطئة، ولم يقل لا أصلك أنت ما معرفكيش، ولم يقل لا أصلك أنت مش زوجتي. هنقول في هذه الحالة أيوة هذا فعلا من أثر الخمر وأثر السكر أو المخدرات لدرجة لا يعرف زوجته من أمه ولا من أخته. لا، ده الوضع مش كده خالص كما ورد في السؤال. ده الرجل يقول لها أنت طالق وهو يعلم تماما أنها زوجته ويعي اللفظ الذي يقوله، لكن مسألة أنه هو كان سكران وكان مخمور وكان يعني الحقيقة في النفس منها شيء، وبالتالي أنا أنصحهم لله عز وجل لإبراء الذمة وبيان الحلال من الحرام أن يذهب معا إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء ليباشر الحديث إلى الشيخ مباشرة، ويكون هناك نقاش من الشيخ للرجل وللمرأة على حد سواء، ويكون هناك نوع من الانطباع النفسي الذي يتكون لدى من له ملكة في الإفتاء في مسائل الطلاق، أشبه بضابط المباحث والمخابرات اللي بيكون عنده ملكة يتعرف من خلالها على مدى صدق المدعي أو صدق المتهم من عدمه. فأنا يعني أنصحهما لله عز وجل أن يذهب إلى دار الإفتاء ليباشر السؤال مشافهة للشيخ، عسى الله عز وجل أن يجعل لهما مخرجا والله أعلم. أخونا السائل بارك الله فيك يقول قصة صلاة الفجر، وهل الموعد الموجود في التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية هل هذا التقويم سليم ولا هو متأخر عن الموعد نصف ساعة؟ الحقيقة لا، متأخر 20 دقيقة كما يقولون. الحقيقة يعني يبدو أنه الأستاذ الكريم فهم يعني المسألة وردت عليه سماعا فهو فهم المسألة عكسية. لا، هم من يقول بهذا الأمر يقول أنه هذا الأذان على تقويم هيئة المساحة بيكون مبكر عن أذان الفجر وتوقيته الصحيح بقرابة 20 دقيقة، يعني الأذان ده بدري شوية، وبالتالي فبعضهم بيصلي بعد الأذان بنصف ساعة عشان يتأكد أنه الأذان في التوقيت السليم اللي هو
بعد العشرين دقيقة قد تم فعلا، وكمان بيدي خمس ست سبع ثمان دقائق براح وبعدين يصلي. على العموم أثيرت هذه المسألة كثيرا، وبدأت إثارتها عند واحد من أخينا من إخواننا وشيوخنا ودعاتنا في الكويت وفي الأردن، ثم أثيرت في مقالات تبنتها مجلة التوحيد، ثم كان هناك بيان نهائي من مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية أن هذا التوقيت يكاد أن يكون منضبطا، هذا التوقيت الموجود في هيئة في نتائج وتقويمات هيئة المساحة المصرية يكاد أن يكون توقيتا مقاربا لتوقيت الفجر فعليا، خاصة الفجر له علامة معينة في الأفق كما ورد هذا في أكثر من حديث عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. وأنا أذكر إخواني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كما هو منقول عنه هديان. الهدي الأول أنه كان طارة يصلي بغلس، يعني يصلي بدري شوية، يعني فور الأذان مباشرة بغلس، يعني لسه الظلمة موجودة، ويصلي بدري مبكرا في أول الوقت عليه صلوات الله وسلامه. وورد عنه الحال الآخر أنه كان يصلي في وقت آخر نفس الفجر، لكن يصلي في يوم آخر في آخر الوقت، فيصلي وقد أسفر الصبح جدا، يعني إيه بدأ النهار وظهر النهار، طبعا كل ده قبل الشروق، لسه بدأ النهار جدا وأسفر النهار جدا، وبالتالي يكون يصلي يوم أول الوقت وهو أحب العمل إلى الله، كما ورد في غير ما حديث في الصحيحين أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، ومرة أخرى يصلي في آخر الوقت ليبين لنا كما ورد في حديث جبريل وتعليمه الصلاة في أوقاتها للنبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين هذين الوقتين صلاة، يعني ده كل صلاة لها وقت أول ولها وقت آخر، أول يعني بنصليها فور الأذان مباشرة بدري شوية، لها وقت آخر يعني بنصليها في أواخر الوقت قبل أن يدخل عليها الوقت الذي بعده، وبالنسبة لصلاة الصبح قبل أن يكون شروق الشمس. فإن صلينا بغلس يعني فور الأذان مباشرة فإن هذه صلاة وقعت في وقتها ولله الحمد، وإن صلينا بإسفار يعني تأخرنا شوية نصف ساعة ولا نصف ساعة وخمس دقائق ولا حتى ساعة إلا تلت، فإن هذه الصلاة وقعت في آخر الوقت إذا أسفر النهار جدا قبل الإشراق قبل الشروق، وأيضا وقعت في وقتها وما بين هذين الوقتين صلاة كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. وليس هناك ما يدعو الآن للاختلاف على هذه المسألة، لأن هذه المسألة قد صدرت فيها بيانات من مجامع فقهية ومن يعني علماء ومشاهير قالوا أن هذا التوقيت المتاح الآن لدى هيئة المساحة توقيت مقارب جدا لوقت الفجر. ثم إننا نسير على هذا التوقيت في صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العصر وصلاة العشاء، فما لنا نستنكف أن نكون على هذا التوقيت في صلاة الفجر، سمعنا الفجر فعلا. ولذلك أنا أطمئن الأخ، انظر إلى التقويم وشوف مثلا أذان المغرب بيؤذن على الساعة كام، هنتصور أنه بيؤذن الساعة 7، ونحن نعلم أن توقيت المغرب إذا سقط قرص الشمس يعني غربت الشمس، واطلع فوق أعلى عمارة متاحة في المنطقة أو حتى فوق برج القاهرة ويمسك الساعة 7 وانظر إلى الظاهرة، ألا وهي ظاهرة الشمس إذا سقطت الشمس إلى الغروب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وتأكد إمتى الغروب بالضبط، ستجد الغروب يكون في نفس التوقيت الموجود في تقويم النتيجة الذي تصدره هيئة المساحة المصرية. أنا شخصيا ولله الحمد استوثقت من هذا الأمر مرارا، مرات في الشروق مثلا على الساعة 6:30 صباحا أصعد لأرى الشمس في وقت الإشراق بالتمام والكمال، يكون هو وقت الساعة الموجود في التقويم، وبالتالي نحن نمشي عليه في كل الصلوات، فلا نستنكف أن نمشي عليه في توقيت صلاة الفجر. يبدو معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حبيبي. والله يا شيخ أنا ليا واحد صديق يعني كان متزوج وحصل خلاف بينه وبين زوجته. ايوه. فدخلوا في النفس وكده وحكم عليه يعني ب 30,000 جنيه او السجن 3 شهور.
أيوة وهو ماديا ما عندوش فرصه انه يدفع، يعني فهل يجوز لي القرض ولا لا؟ ايوه حاضر، بارك الله فيك، تابعني. شكرا جزاك الله خير. حاضر تابعني، بارك الله فيك. عليكم. عليكم السلام. وبالتالي يا اخوه مدام، طيب خلونا ناخد اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه شيخ. اتفضلي يا اختي. بقول لحضرتك بس كنت عايز افهم ايه الفرق بين صلاه الفجر وصلاه الصبح. حاضر. وليه سميه ده فجر وليه سميه ده صبح؟ حاضر. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. على العموم ده تكمله لسؤال الاخ عن توقيت الفجر. الفجر والصبح من أهل العلم من فرق بينهما وقال الفجر يعني مختص بركعتي النافلة، والصبح مختص بركعتي الفريضة، ومنهم من لا يفرق بين التسميتين فيقول صلاة الفجر اسم للصلاتين السنة والنافلة، وصلاة الصبح اسم للصلاتين للنافلة والفريضة على حد سواء. ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من جمع بينهما وقال الاثنين بمعنى واحد كأنهما لفظتان مترادفتان تدلان على صلاتين بتسميتين، ومنهم من قال الفجر مختص بالنافلة والصبح مختص بالفريضة. وأنا مع القول الأول، أنا أميل إلى القول الأول أن الفجر يطلق على ركعتي النافلة كما يطلق على ركعتي الفريضة، والصبح يطلق على ركعتي النافلة كما يطلق على ركعتي الفريضة على حد سواء. هذا والله أعلم. الأخت الفاضلة كانت بتسأل تقول زوجة عاملة وادخرت وبنت ولله الحمد عمارة وعندها أولاد من الزوج الأول، وملكت العمارة التي بنتها لأبنائها اللي هم أبنائها من الزوج الأول، وهي الآن متزوجة برجل ثان تقول ولا ينفق وما المهم. فهي تسأل الآن تمليك العمارة، يعني تمليك كل ما تملك إلى أبنائها، حلال ولا حرام؟ ما طبعا كونك تملك الأبناء كل ما تملكين معنى ذلك أن في رأسك مستقبلاً أن يختص الأبناء بالميراث، بينما الزوج اللي هو معاك الآن وأنت في عصمته أحد أصحاب الفروض التي نص الله عز وجل عليها في آيات المواريث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن الزوج ده من أصحاب الفروض في ميراثك إن قدر الله عز وجل وفاتك أولا. وبالتالي يا أختي الكريمة، إعطاؤك الميراث كاملا للأولاد فيه حرمان لهذا الزوج من نصيب مفروض شرعا، ونحن نريد أن نكون وقافين عند كتاب الله عند حدود الله، نحن لا نريد أن نتعدى حد الله عز وجل وأن نهضم حقا لصالح آخرين. أنت ما نفعت الأبناء بهذه القسمة. لسه باقي طبعا تعقيب، ولكن بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك، هناك حكم بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم، الحاكم الذي بايعه الناس، ولكن إن كان هذا الحاكم لا يطبق شريعة الله فهل يجوز الخروج عليه؟ يعني ما هو صفات الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه؟ حاضر. ولو أننا لم نخرج على حاكم لا يطبق شريعة الله وينشر فساد في الأرض، فهل نحن نصبح كقوم كاليهود الذين لا يتناهوا عن المنكر؟ حاضر حاضر، بارك الله فيك، ربنا يبارك في حضرتك. تسلم. إذن أنا أنصح الأخت الزوجة الكريمة بارك الله فيها، دعي قسمة ما خلفت من مال لله تبارك وتعالى الذي لا يظلم أحدا، لأننا نريد أن نكون فعالين مفعلين لشريعة الله عز وجل، لا نريد أن نكون معطلين لشريعة الله عز وجل. ثم إن أعطيت هؤلاء الأبناء في حياتك
وملكتيهم الميراث فإن هذا قطعا سيثير الضغائن مستقبلا بين هؤلاء الأبناء وبين هذا الزوج الذي هو الآن بمثابة الأب لهم. فأنت لا تريدين أن تتركي هذه البغضاء تثور والشيطان ينفخ فيها ما بين هذا الرجل الطيب الزوج الذي بمثابة الأب بالنسبة لهؤلاء الأبناء وبين هؤلاء الأبناء أنفسهم. دعي قسمة الميراث لله تبارك وتعالى، فقد حسمها في القرآن الكريم، ونريد بذلك أن نكون فعلنا شيئا يذكر لنا عند الله يثقل موازيننا، ألا وهو تحاكمنا فيما نملك التحاكم فيه إلى شريعة الله عز وجل، خاصة في باب الميراث. بارك الله فيك. الأخ المتصل بارك الله فيه يقول: نذر نذرا لكنه الآن لا يستطيع الوفاء به. يا أخي الحبيب بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم أن النذر قربة وطاعة وعبادة، وأن نعلم أيضا أن النذر نوعين: نذر غير مشروط غير مرهون بطلب أو شرط مع الله عز وجل، وهذا هو النذر الذي فيه قربة محضة وعبادة محضة لله عز وجل. والنوع الثاني نذر مكروه، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بالنذر المشروط: إن نجح الولد أذبح شاة، إن شفيت البنت أذبح خروف. وبالتالي هذا نذر معلق على شرط، وهذا النذر مكروه عند عامة أهل العلم، لأن فيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى: إن فعلت كذا أفعل لك كذا. هذا لا يليق من العبد في مقام العبودية لله تبارك وتعالى. إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا النذر المشروط يستخرج به من البخيل، لأنه لولا أنه يعلق على نجاح البنت أو شفاء الولد ما تصدق ولا ذبح ولا قرب قربانا لله عز وجل، فإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإن النذر المشروط إذا نذره العبد فقد ألزم به نفسه، ويجب عليه حينئذ الوفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه وجوبا، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه. وبالتالي هذا الرجل الطيب يقول: بس أنا الآن لا أملك الوفاء بهذا النذر. نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أبشر، فإن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أبشر، فإن الله عز وجل يريد أن يخفف عنكم، أبشر، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومع ذلك فالحل أيها الأخ الكريم للخروج من مأزق عدم الاستطاعة للوفاء بالنذر هو أن تتحلل من هذا النذر بكفارة اليمين، كما ورد الحديث بذلك عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: كفارة اليمين تتحلل بها من النذر. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن لم تستطع إطعام 10 مساكين فحينئذ عليك أن تصوم 3 أيام، إن فعلت واحدة من هاتين إما أن تطعم وإما أن تصوم 3 أيام تكون بذلك قد تحللت من نذرك، ولا شيء عليك غير هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا المتصل بارك الله فيه، الزوج الآن نسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يصلح حاله وحال المسلمين، الآن حكم عليه بالسجن في 30,000 جنيه، وهو لا يستطيع الوفاء بهذا الدين، وهو الآن إما أن يدفع وإما أن يدخل السجن، بمعنى أن يكون الحكم نافذا باتا. فهل يجوز له في هذه الحالة أن يقترض إن كان الحكم نهائيا، يعني خلاص استهلك المعارضة والمعارضة الاستئنافية واستهلك النقد وتأيد الحكم في هذه الدرجات كما يقولون في القضاء، وأصبح الحكم واجب النفاذ فعلا،
هو في هذه الحالة إذا لم يستطع تدبير المبلغ بطريق أو بآخر كقرض من قرض حسن من صديق أو قريب أو جمعية أو كما يقولون يبيع شيئا من بيته حتى يستطيع الوفاء بهذا الدين، إذا عجز عن هذا كله ولم يستطع فإنه حينئذ يجوز له أن يقترض ولو كان القرض بفائدة، لأن الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فنحن سندفع المفسدة الأعظم بمفسدة أهون نسبيا منها، المفسدة الأعظم أن يسجن فيعني تكون امرأته عرضة للبهدلة، يكون أولاده كذلك، يكون بيته كذلك، يكون مستقبله الأدبي بين الناس كذلك، وممكن مستقبله في عمله أيضا يعني يفصل من عمله. فهناك مفاسد عديدة ستترتب وستكون مفاسد متعدية للزوجة ومتعدية للأبناء ومتعدية أيضا للأسرة، للأب للأم إن كان هناك أب وأم له. وبالتالي من رحمة الله عز وجل أن جعل للمضطر حكما خاصا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الدين 30,000 أقترض فقط 30,000، ما خلهمش 35، لا أتوسع، لأن أهل العلم يقولون الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يزيد عما يريد دفع المفسدة به ولا قرش واحد. إن فعل هذا إن شاء الله عسى الله عز وجل أن يرحمه ويرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ كان بيسأل بارك الله فيك، أيوة مسألة الخروج على الحاكم، جزاك الله خير الجزاء، هل يجوز الخروج على الحاكم المسلم؟ لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا أن يأتي كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. إنما المسلم ده هل لابد أن يكون مسلما عدلا مسلما مقيما لكل الدين من أوله إلى آخره، ولا ممكن يكون مسلم عاصي في مسألة ولا مسألتين، ولا مسلم ظالم في مسألة ولا مسألتين، ولا مسلم فاسق في مسألة ولا مسألتين؟ طبعا كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإمام النووي ينقل الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن ظلم، حتى على الحاكم وإن كان فاسقا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بمعنى أن هذا الحاكم أتى كفرا لا يحتمل التأويل. يبدو معنا اتصال، معنا اتصال ولا إيه؟ طيب خلونا ناخد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، اهلا وسهلا. ايوه متصل للشيخ لو سمحت. معاك، اتفضلي اتفضلي يا اختي. سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه احكي لك يعني عن واحده صاحبتي. طب بصي، يا ريت توطي التلفزيون الله يكرمك وتسمعيني من التليفون. كنت عايزه يعني اقول لك ان واحده صاحبتي يعني أيوة. عندها ايه؟ عندها وسواس يعني. أيوة. يعني بتشد وتشتم في ربنا وتعبانه يعني، يعني وعايزه تموت نفسها يعني. طيب على العموم السؤال وصل بارك الله فيك، تابعيني من التلفزيون. ربما الاخ يقول طيب هل يمكن اسقاط هذا الكلام على الحاكم المسلم الآن الموجود في البلاد؟ والله لو جينا نسقط هذا الكلام. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، كيف حالك يا شيخ؟ بخير ولله الحمد. أنا محمد من المغرب. مرحبا، أهلا وسهلا. أريد أن أسألك عن مسألة. تفضل حبيبي. هو أن كاري اكتريت منزلا. أيوة. ولكن لما بثمن ضهيد شيئا ما، يعني لم أجد ما أكمل به الشهر، يعني مصروف. نعم مصروف. أيوة نعم. عندي طريق ومسافة. نعم. ألو معاك، تفضل تفضل.
لأني أسكن في مكان بعيد عن المدينة التي أعمل بها. الاتصال انقطع يا أستاذ أيمن؟ طيب الاتصال انقطع. لو جينا نسقط هذا الكلام على الحاكم الحالي للبلاد اللي هو الدكتور الرئيس مرسي، هل يمكن أن نقول أن هذا الرجل ليس مسلما ونحن نعلم ولله الحمد أنه مصل حافظ خاتم لكتاب الله عز وجل؟ لا يمكن، لا يجر على هذا أحد. طيب هل يمكن أن يقال بس هو فين الشرع اللي هو أقامه؟ مش هو انتخبناه ليقيم شرع الله عز وجل؟ فإحنا الآن داخلين في 10 شهور ولا في سنة، فما أقام الشرع ولا حكم بما أنزل الله عز وجل؟ أقول يا إخوة، نحن ارتضينا اضطرارا لمشاركتنا في العملية السياسية ببعض الأمور التي تلزمنا، هذه الأمور التي تلزمنا منها على سبيل المثال أن الدولة المعاصرة بتنقسم إلى سلطات 3: السلطة التنفيذية وهي الرئاسة والحكومة، السلطة التشريعية وهي اللي بيسموها مجالس النيابية، مجلس الشعب أو النواب ومجلس الشورى، السلطة الثالثة السلطة القضائية اللي هي القضاء. ثم ارتضينا بهذا النظام الذي قسم السلطات ولم يكرس السلطة في يد الخليفة كما كان الحال في الدولة المسلمة. الخليفة في الدولة المسلمة هو رئيس الدولة، رئيس الدولة بسلطاتها 3. طيب خلونا ناخد الاتصال ونرجع تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمينا. أنا اللي سألت هذا السؤال، أنا اللي أقصده على الحاكم، الحاكم السابق حسني مبارك وليس أيه. محمد مرسي. طيب ما أنا بعمل إسقاط بس مش أكتر يعني. الناس بتقول إن الخروج عليه على مبارك حرام وكان يجب نفضل عليه. طيب حاضر، بارك الله فيك. أنا برضو كنت أعمل الإسقاط ده وأعمل الإسقاط للمقارنة. إذن الشاهد ان احنا عندنا الدولة مقسمة الى هذه السلطات 3، وبالتالي اصبحت المسؤولية موزعة على هذه السلطات 3. البرلمان او المجلس النيابي لابد ان يلتزم في تشريعه الا يخرج عن شريعة الله عز وجل والا يضع قانونا يخالف شرع الله عز وجل، والمؤسسة التنفيذية تمتثل لهذا الأمر اللي هي الحكومة ومؤسسة الرئاسة. ثم القضاء هو من يأخذ هذه القوانين ويفعلها ويحكم بها ويقضي بها في دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس. زي ما سمعنا الأخ المتصل بارك الله فيه الأستاذ يقول أنا أتحدث عن الرئيس السابق. الرئيس السابق للأسف الشديد بقي على رأسنا قرابة 30 سنة، وهذا النظام السابق الذي بقي جاثما على صدور البلاد 30 سنة كاملة لم يقم لا هو كسلطة تنفيذية ولا سلطته التشريعية مجالسه النيابية ولا سلطاته القضائية بتفعيل شيء من شريعة الله، بل على العكس كانوا يبدلون أحكام الشريعة، يبدلون محرمات معلومة من الدين بالضرورة. فالزنا ما زال في القانون المصري منذ وضع من قرابة 35 سنة إلى اليوم وهو يعتبر. طيب خلونا ناخد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا بك مولانا. بس أنا ليا سؤال بس بسيط يعني. اتفضل. يعني أنا ليه العلماء والشيوخ لما بيجي الموضوع على 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 امريكا وعلى مؤامرات امريكا واللي بتعمله في المسلمين والبتاع، ليه ما بلاقيش نفس التوحد ولا نفس الكلام بنفس الهمه اللي بنتكلم بيها على الامور زي الطلاق والزواج؟ يعني ليه الموضوع ده بالذات كده؟ احس ان في ضغوط، معلش يعني انا اسف في الكلمه، انا احس ان في ضغوط من السعوديه وضغوط من اللي يعني ليه الناس مستنيه العلماء دول مستنيه منهم الكلمه الربانيه، الكلمه اللي بتقف في وجه الظلم وفي وجه الامريكان وفي وجه مؤامرات الامريكان. ارجوك يا مولانا، الناس مستنيه من الشيوخ الكلام ده، انما الناس تتكلم وتسال، مش انا بحس ان الشيوخ بيهربوا من الكلام. يعني ليه شايف مزاجك تيجي سيره اليهود وسيره الامريكان؟ بنحس ان في ضغوط من السعوديه والشيوخ اللي عمالين يتكلموا ويقرؤون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه.
يعني ليه الياساريين بيتكلموا بمنتهى الحريه عن امريكا؟ طيب هم اكثر شجاعه من الشيوخ. يعني انا نفسي الشيوخ اللي كانوا يتعملوا مؤتمر يا مولانا من المؤامرات اللي بتحصل في مصر من السفاره الامريكيه ومن اليهود ومن رجال الاعمال المخربين. طيب عايزين كلمه حق للناس يا سيدي. حاضر يا حبيبي جديد. حاضر بارك الله فيك. على العموم يعني لعل الاختصار في مسألة الحاكم اللي بيبدل شريعة الله عز وجل اللي بيحكم هو ومؤسساته بغير ما أنزل الله عز وجل يكفي تماما هذا السبب، لأن ده قمة واجبات الحاكم المسلم هو ومؤسساته أن يفعل شريعة الله عز وجل وأن يحكم في الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بما أنزل الله عز وجل. إن فعل هذا فهو على العين والرأس، حتى وإن ظلم في مسألة أو مسألتين أو إن فسق في أمر أو أمر. إنما أن نرى العكس في هذا بأنه يفعل الحكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الحالة العلماء لهم فيه الأقوال التي تعلمون من الخروج عليه في هذه الحالة. والمسألة طبعا تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، ما كان يعني لها أن تؤخذ في دقيقتين أو ثلاثة. أخونا المتصل من المغرب سؤاله لم يكتمل وبالتالي لم تتضح الصورة في السؤال. أخونا الأخير المتصل بارك الله فيك ويعني أحسن الله إليك على هذا الولاء وهذه الحمية، ولكن أنا بس أنبهك أن تنتظر أن تتمهل قليلا عن هذه الحماسة بارك الله فيك وجعلها في ميزان الحسنات، لأذكر حضرتك والإخوة والأخوات بحقيقة لا يجادل فيها إلا مجادل ولا ينكرها إلا جاحد منكر. ما تحدث ولا استفاض في الحديث وفي الكشف وفي التحذير عن مؤامرة